شحال بعتي هاد السيف الصاده؟ حنا خدنا 11 مليون 55 درهم. علاش؟ اليوم زود زود تماشي مع الشتاء. هادوك الزرع في جماعة الجنس. لا ما عندك شحمة بالله 50 غرام بالشحمة يلعن انا اجي هاي 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 شحال بعتي لحم الراس المغرب؟ لحم الراس هو 7 مليون والتقليه بشحال؟ هي 25 درهم وهذيك الكبده بشحال بعتوها انت هي؟ كبده؟ اه كبده كنبيعوها ب 60 درهم خلطه هذا الراجل معتبر هنا ديما تيعطينا اليوم سوق زيد شويه الثمن ياك؟ اه اليوم سوق زيد شويه الثمن علاش تزاد عندكم في التمر؟ ما شتو بحال شويه صعوبة الوقت ياك بغينا الخير الحمد لله الحمد لله الناس تقدر تزيد لهم في 20 طالب مع الناس كيلو ونص والجودة راه فيها التمر كيلو ونص راجل معقول هذا باش خلص عندك بجوج وكاع عمر كيلو ونص لا بجوج عندنا ولا شي حاجه لا كاين كيلو ونص عندنا معايا فات كيجيو عندنا كيقول لك كيدير لك شي اللي قصر الله ويديو حاجه زوينه وصغيره واللي دار شي حاجه زوينه راه كيعقب عندك يلا سيدي الله يسهل السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.